بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ولأننا ممكن نحتاجها في السيشنز اللي جاية في الحديث عن النستنج للمنيو. في النستنج للمنيو هو بيحاول يضيف بادنج زيادة شوية عن البادنج بتاع المستوى الأساسي أو النص الطبيعي. علشان أبتدي أعمل نستنج للمنيو بمنتهى البساطة، خلينا طيب نعمل نستنج للوان دات يا شباب. أنا عندي ال اي وفيها رابط 1. اوكي، انا هروح بعد الكلمة دي هروح فاتح ul قائمة جديدة. القائمة ديت علشان تبقى nesting من المنيو هدي لها اللي class يا جماعة nested، تمام؟ وانا شغال على vertical، فعشان كده هاخد نفس الكلاسين دولت. يعني انا هضيف المنيو وهخليها برضو فيرتيكال على نفس المستوى، فهتبقى المسألة معايا نستد فيرتيكال منيو علشان يشغلني على نفس المستوى، وهياخد مثلا من العناصر اللي فوق ديت دولت العناصر اللي جوه دي، مو بعدين اعمل كنترول دي مثلا مرتين او ثلاث مرات. إيه طيب، خلينا نشوف احنا عملنا ايه كده. لو رحنا وعملنا ريلود للصفحة، دي القائمة الأولانية ودي القائمة الثانية. طبعا في بادنج 5 بيكسل ما بينها وما بين، أو في بادنج شمال شوية، دلالة على إن دي مستوى ثاني غيرها شوية. ديت ممكن تفيد لو إحنا كنا هنخبي عناصر جوه القوائم بتاعتنا وهكذا. كل ما أنت راح تستخدم نستد جوه نستد فراح يلم لك العناصر بتاعك لجوه شوية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.